الثالثة إذا لا تنسحب من الكويت فمصير جيشك يكون الموت والهلاك. وقال لي: طيب أنا مستعد أن أنسحب. وأنا فرحت، وكان مترجم من صدام حسين، وبدأ يعانقني لأن كل شخص كان يريد أن يتلافي العمليات البرية. وقلت وهذا الكلام وهو يقول: هل تستطيع أن تتأخر هنا حتى أستشير مع مستشارين عندي؟ أنا قلت: لماذا تضحك علينا يا صدام؟ أنت لا تتشاور مع أحد. قلت له هكذا؟ تاكس كازالي، نعم. وهو يقول: حتى كم، أي ساعة تستطيع أن تكون هنا؟ أنا قلت: لغاية الساعة 8 صباحا، لأن نحن اتفقنا آنذاك مع بلدان الجوار بأن نعبر لغاية الساعة 9. طارق عزيز جاء، لم يفيدنا بشيء، ويقول: أنا مستعد أن أروح وأزور موسكو. ونحن أرسلنا الطائرة، وأنا ذاك هو كان في إيران حتى يجي إلى موسكو بسرعة. وكان صدام يفقد وقت، ولكن الأمريكان كانوا عازمين على خوض العمليات البرية، والحرب حتما